اولا قبل ما نبدا نهضر على المهرجان كنتوجب واحد الشكر كبير للمنظمين ولا السلطات باكملها من الفوق حتى لتحت وعلى هالتنظيم وعلى ما قاموا به من مجهود لانجاح هذا المهرجان اللي انتم تبعتوه كاملين وشفتوه واحد الحله جميله واحد النظام كبير واحد الجمهور كان هائل تجاوب كان يعني من ذاك الرفيع كان حضور مكتف الناس كانت فرحانه على هذه السهره وانا من خلال ما شفت من المنصه كنشوف ان الناس فرحانه بصوره بهذه السهره بحيث هذه 3 ايام او 4 ايام ضمنت من جميع الفقرات من جميع الالوان المغربيه اللي تمتع بها الجمهور ديال افران وكاين حتى الجمهور البراني فكنتمناو لهذا المهرجان استمراريه وهذه هي بالنسبه لهذا المهرجان انا اول مره من قبل انا كنت زرت جوج ديال المهرجانات ديال افران ولكني هذا المستوى هذا يعني اكثر باكثر واكثر فكنتمنى لهم النجاح والاستمراريه والله يعطيهم الصحه وكنتوجه الشكر لكل واحد قام بمجهود لانجاح هذا البرنامج لا من الاعلاميين ولا من السلطات ولا من المنظمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الفنان ديالكم ميمو نرحو من الأطلس المتوسط ولد مدينة أزرو إقليم إفران. اليوم كنتواجد مهرجان إفران وكنحيي هذه القناة اللي جاوا من جميع المناطق ديال المغرب باش يحضروا في مهرجان إفران وتيقربوا الجمهور ما بين الجمهور والفنان. الله يكبر بكم والله يكثر من مثالكم. وهذا مهرجان رائع يعني كانت الثقافة الأمازيغية بالضبط حاضرة بقوة وخا حنا تنقولوا ما كاينش الفرق بيناتنا. أولا وقبل كل شيء ديننا واحد وطننا واحد ملكنا واحد الله ينصرو. حنا مغاربة من طنجة للقويرة ما كاينش خلاف بيناتنا. تبارك الله عليك. هذه فين ما مشيت تنلقى الجمهور الحبيب. أنتم راكم جمهوري الله يكبر بكم. عصر كيسير عصره الشباب كيسيروا وقتهم من طبيعه الحال ومن حقه وكذلك شيوخ وكذلك كل وقت عندها انا بديت في الصور ديالي كنت شاب وهذا واليوم راني شبت ودائما فرحان باللاج ديالي فين ما وصلت كنكون فرحان. نعم ما هو الجديد مازال ما خرجت يخرج يعني كان وعد الجمهور بالجديد ان شاء الله وين نخليوها مفاجاه تيسمعوا ان شاء الله. شكرا على المشاهده. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب. لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.